مراحل مرت بها جبهة الإسناد اليمنية منذ الأيام الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي على غزة. في المرحلة الأولى بدأت القوات المسلحة اليمنية بفرض حصار على الملاحة البحرية المتجهة إلى الموانئ المحتلة عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وبحر العرب. الصواريخ اليمنية وسلاح الجو المسير استهدفت ميناء أم الرشاش وأهدافا حساسة في إيلات. القوات المسلحة اليمنية هددت باستهداف كل السفن التي تحمل عالم الكيان أو تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية أو التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية. من أبرز العمليات في المرحلة الأولى سيطرة القوات البحرية اليمنية على السفينة الإسرائيلية جالاكسي ليدر واقتيادها. مع استمرار العدوان على غزة كانت المرحلة الثانية باستمرار الحصار البحري اليمني على الملاحة الإسرائيلية وعلى السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، ما أدى إلى توقف ميناء إيلات، وهو ما دفع الولايات المتحدة وبريطانيا إلى شن عدوانهما على اليمن والإعلان عن تشكيل تحالف دولي من 17 دولة لتأمين مرور السفن إلى إسرائيل. لكنه فشل في ذلك بعد تمرد عدد من الدول على الإرادة الأمريكية. ومن أبرز عمليات صنعاء رداً على العدوان الأمريكي والبريطاني الاشتباك مع عدد من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية في خليج عدن وباب المندب وإجبار سفينتين أمريكيتين على التراجع والعودة. المرحلة الثالثة بدأت بتوسع عمليات القوات المسلحة اليمنية إلى المحيط الهندي لمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ المحتلة من العبور عبر رأس الرجاء الصالح. في هذا الإطار نفذت القوات اليمنية 3 عمليات ضد 3 سفن إسرائيلية وأمريكية في المحيط الهندي بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة، وقد حققت العمليات 3 أهدافها بنجاح. أما المرحلة الرابعة فأعلنت القوة المسلحة اليمنية أنها تنفذ على مرحلتين، الأولى باستهداف كل السفن المتجهة إلى الأراضي المحتلة ولو من البحر المتوسط، والثانية مرتبطة بالتصعيد في رفح. في حال إقدام الاحتلال على غزوها فسيجري استهداف سفن أي شركة تساهم في دعم الاحتلال بصرف النظر عن وجهتها.